بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام، في دروس تفسير القرآن الكريم كنا قد أنهينا تفسير سورة الطلاق، والسورة التي تلي هي سورة التحريم، غير أننا سنبدأ تفسيرها مستعينين بالله تعالى إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. وكنا في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أنهينا أيضا قراءة مختصر سنن أبي داود. نحن توافقنا مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى رجالا ونساء، سواء من يحضر معنا في الدرس أو من يسمعنا على الميكسلر، نحن نريد من كل أخ فينا ومن كل أخت أن يقرأ 10,000 حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنا مدة عام. والآن الإخوة الذين يلحقون بنا والأخوات، نحن خلال سنة نريد أن نقرأ 10,000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد فهمك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد أو يعطيك الله عز وجل صلة قلبية برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ونحن الآن في مسجد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما هذا الحال يا أخوان؟ في كل ليلة يرى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. رجل من الصالحين، هذا ليس خاصا بسيدنا أنس بن مالك، كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم عنه وفهم عليه، الله عز وجل يكرمه بصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه عليها في الدنيا. يعني أي واحد يفعل معروفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئه في الدنيا. لذلك أنت ابحث لنفسك عن عمل تخدم به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، سيكافئك في الدنيا. إنه ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه عليها في الدنيا، إلا أبا بكر. أبو بكر له رتبة عالية جدا في قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن يا أيها الإخوة ماضون بهذا الاتجاه، أن نقرأ 10,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن خلال هذه الأشهر الثلاث التي مضت، صار العدد كم يا نور؟ 64. وفي الأسبوع، خلال الأسبوع الماضي، 7 من الإخوة والأخوات قالوا لي بأنهم أنهوا 10,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم إحدى الأخوات هي تستمع إلينا على الميكسلر، هي وابنتها أو ابنها الصغير، أنهيا 10,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صرنا 71 واحد، بس نحن لا نريد 71، أنا أريد جميعا. يعني نحن جالسين هون 500 500، 600 600، 700 700، لا ترضى. يعني ما الفرق بينك وبين الذين أنهوا 10,000 حديث؟ والله يا أخوان، أكثر الذين أنهوا هذه الأحاديث 10,000، أكثرهم قال لي بأنه صار يعني أخذ عطاء خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت سيصير معك هيك، بس أقبل. نحن وزعنا عليكم هذه الكتيبات الصغيرة، صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك، هذه المختصرات في بقلب 4,500 حديث. ابدأ بقراءتها. الإخوة الذين ما حصلوا على هذه النسخ، ممكن تدخل إلى موقع drshaal.com، تسحبها PDF تضع على الجوال عندك وتقرأها. ممكن أن تشتريها، اسأل وين تباع، اشتري هذه الكتيبات 7.
بعض الإخوة صار يعملوا جلسات مع بعضهم البعض، كل 5-6 من الأصحاب يجلسون في كل أسبوع في بيت واحد. خلال ساعة أنت تستطيع أن تقرأ 100 حديث، 200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللمساعدة نحن في كل درس 2 نقرأ عليكم خلال 10 دقائق 25 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أنهينا مختصر البخاري ومسلم وأبو داود، الآن بدنا نبدأ بسنن الترمذي، بس كمان سنرجئه إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. في درس اليوم وفي درس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان، سأدرسكم أحكام الصيام كما جاءت في كتاب صحيح مسلم أو مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري. الإمام المنذري في مختصره لصحيح مسلم أورد قريبا من 75 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب لها أو وضع عناوين لهذه الأحاديث. نحن سنقرأ هذه الأحاديث، وخلال القراءة سأشرح لكم أحكام الصيام التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرها الفقهاء واستنبطها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم ومن مادة أصول الفقه. فنحن الآن سنقرأ كتاب الصيام من مختصر صحيح مسلم للإمام الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي قال: باب فضل الصيام. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. عندما تسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، معناها حديث قدسي، هكذا يسميه العلماء. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم يعني الأجور، أجور الصلاة، أجور الزكاة، أجور الحج، أجور صلة الأرحام، كلها أجور محدودات، لكن الصيام أجره مفتوح إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الله عز وجل عم بيقول هي عندي، وإذا الله عز وجل قال لك هذا الصوم، هذا العمل أجره عندي، بإمكانك أن تفكر قديش، كم سيعطيك من أجر الصيام. والصيام جنة، جنة يعني وقاية. يا أيها الإخوة، هذه الشهوات المستعرة في نفس الإنسان، من الذي يكبحها ويجمحها؟ لابد من تربية، لابد من تأديب. فجاءت الشريعة الإسلامية لتوجب عليك الصيام ولتسن عليك الصيام من أجل أن تتدرب على كبح شهواتك. يعني غدا نحن ذاهبون باتجاه رمضان، نهار رمضان في دمشق حيكون 16 ساعة، درجة الحرارة مرتفعة، نحن بالشهر 7 ممكن نلحق شيئا، لعل نلحق شيئا من شهر 8 أو ما نلحق في رمضان. إذا النهار طويل، الحرارة مرتفعة، أنت بحاجة أن تمضي إلى عملك طيلة النهار، بالكاد الليل قصير، عندك برنامج من التراويح، برنامج من التهجد، برنامج من السحور. طيب في النهار تعطش، كأس الماء أمامك والبراد في بيتك وأنت وحدك في مكتبك أو في بيتك، ونفسك تدعوك أن تشرب، وشيطانك يدعوك أن يشرب، ورغباتك تطلب إليك أن تشرب من الماء، غير أنك لا تشرب. أنت تقول لله عز وجل: يا رب، لأنك أمرتني أن أمتنع عن الشراب،
أنا سأترك الماء الذي من دونه أموت، بس لأنه الله عز وجل قال لك يا عبدي لا تشرب بنهار رمضان. حاضر يا رب، على العين والرأس، أمرك يا رب أكبر من أمر نفسي، نفسي تريد أن أشرب بس الله عز وجل يقول لا تشرب، وأنت تقول الله أكبر ما بشرب. الصيام جنة وقاية، يقيك من الانزلاق وراء شهوات نفسك. هذا تدريب يا أخوان، أنت في رمضان طعام شراب لن تشرب، طعام لن تأكل خلال نهار الصوم، زوجتك التي هي حلال لك لن تقربها ولن تباشرها مباشرة الزوج بالزوج، وهي حلال لك في الأصل، لكن لأن الله عز وجل قال لك لا تفعل أنت لن تفعل. هذا تدريب من أجل بعد رمضان إذا جاءتك نفسك لتقول لك تعال انظر إلى الحرام، تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا الماء الحلال الذي كان في رمضان، رمضان دربني أن لا أشربه لأن الله منعني. إذا نفسك طلبت إليك أن تأكل مالا حراما ستقول أعوذ بالله، أنا المال الحلال في نهار رمضان ما أكلته امتثالا لأمر الله. الصيام جنة وقاية، لذلك جاء في حديث تحفظونه يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية. عشان هيك يا شباب الذين ما يتيسر لهم أمر الزواج صوموا، دربوا أنفسكم على الصيام حتى تتدربوا على كبح جماح أنفسكم. حتى المتزوج الذي يرى من نفسه يعني تفلتا عن الانضباط بالشريعة، ما الذي يعينه؟ الصوم. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي والصيام جنة يعني وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني ما يتكلم كلاما فاحشا. هذا كمان تدريب جديد، يعني في بعض أخوة الأصل في المسلم أنه لا يتكلم الخنا، لكن لنفترض أن واحدا فينا علق بلسانه كلام غير جيد، علق بلسانه نكت وطرف غير جيدة، بيحكي كلام يعني من تحت الزنار. الآن في رمضان ممنوع، ما في رفث في رمضان، يرفث يعني لا يتكلم الكلام الفاحش. بعد 30 يوم من عدم الرفث خلاص أنت صرت مدرب أن هذا الفم الذي تدرب أن يمتنع عن الكلام الفاحش وأن يقرأ القرآن، خلاص بعد رمضان ما عاد فيه كلام فاحش. ويا شباب دربوا أنفسكم، ما بليق أنت تحضر معنا في الدروس وأنت تحضرين في الدروس ثم لا سمح الله تتكلم كلاما فاحشا، لا في غضب ولا في رضا ولا في نكتة ولا في طرفة، ما بيصير. أنت شاب تربيتك عالية جدا، أنت مسلم تربيتك عالية جدا، أنت مسلم تعلم بأنك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بكرة بدهم يفتحوا لك الصحف يوم القيامة ويشاهدوا الكلام، معقول يطلع كلام فاحش يقرأ أمام رب العالمين؟ ما ترضى أبدا أبدا، لا ترضى، لا تنطق ولا تسمع. إذا بيجي واحد يحكي لك نكتة رزيلة قل له ممنوع، لا تضحك، لا تضحك، قل له إذا سمحت يا ريت ما تجيب لي مثل هيك نكتة مرة تانية، لا يليق بمستواي أن أسمع هذا الكلام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، أو ولا يصخب بالسين وبالصاد. الصخب رفع الصوت، مرات واحد بيطلع خلقه بيشغله بيصرخ، مرات بالبيت بيتضايق بحس في ضيق بيصرخ، بيضرب هالباب هو وطالع من هالباب بيضربه ضربة يكاد أنه مفصلات الباب أن تنخلع. هلأ في رمضان 30 يوم يا جماعة جهزوا حالكم، ممنوع الصخب. أي واحد بيناتكم بيجيني خبر عنه أنه عيط كثير، بدنا نعلي اسمه بالجامع، حنحط قائمة هون، قائمة الذين ما بيصير تصخب. أنت قل لنفسك هلأ تدريب. هلأ في واحد بيناتنا هو يقول يا أخي أنا ما بعرف، ما عم بقدر أضبط حالي، هلأ 30 يوم رمضان قول أنا بدي، قول لنفسك هيك يا نفس 30 يوم ما في صخب، شوفي أي يوم بيطلع خلقك وبتصرخي بتدفعي 500 ليرة سوري على هوا، وإذا أنت مبحبح 1000 2000، بس يعني اضغط على نفسك صدقة لوجه الله تعالى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله، طيب يا أخي الناس عم يزعجوني، فليقل إني امرؤ صائم،
والذي نفسي محمد بيده صلى الله عليه وسلم. يعني أقسم بالله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذا الجهد الذي تجهدونه في نهار رمضان وتصلون في آخر النهار، يعني الإنسان ما يخلفه الصوم في فمه من رائحة وهو يتضايق منها وينظفها بالفرشاة وينظفها بمعجون الأسنان، معجون الأسنان لا يفطر الصائم على أن لا يبتلع الإنسان، هذا قال أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. هذه المجاهدة للنفس والمخالفة ستنال بها عند الله عز وجل مكانا عاليا. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحمد لله على نعمة شهر رمضان. بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الحمد لله. بدنا نقرأ أستاذ محمد عنوان الباب. قال: باب في فضل شهر رمضان. من فضائل رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. معناها يعني الإقبال على الله عز وجل يزيد. معناتها إذا واحد بيناتنا مقصر، أخت من الأخوات مقصرة، رمضان فرصة مفتحة أبواب الجنان، مغلقة أبواب النيران. يعني هذا نوع من التعزيز من أجل أن تقبل على الله وأن تقبلي على الله. إذا لك صديق أنت بتعرفه بعيد عن الله، فرصة برمضان أن تأخذ بيده، لأنه صفدت الشياطين، كبار الشياطين مقيدة، بالتالي فيها ونفس وفي وساوس لكن ضعيفة مقابلة عنها خارج، بالمقابلة خارج رمضان. إذا لك ابن، لك أخت، لك أخ، لك زوجة، لك زوج، تشعر بأنه بعيد عن الله، أنت تجد نفسك بعيدا عن الله، مقصرا مع الله. رمضان فرصة، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة. بعد هذا تخيلوا إنسانا لا يقبل على الله في رمضان، نسأل الله السلام، كم هو محروم. نعم. باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معناته الصيام كان مكتوبا على الذين من قبلنا، الذين قبلنا هم النصارى، هم اليهود، هم أتباع سيدنا داود، سيدنا إبراهيم. فالله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب. هذه الكاف للتمثيل، يعني كتب عليكم الصيام مثل ما كتب على الذين من قبلكم. العلماء قالوا هذه المثل ما معناها؟ هل كتب عليكم الصيام مثل ما كتب على الذين من قبلكم بطريقة الصيام، يعني امتناع عن الطعام والشراب والجماع؟ هل كتب عليكم الصيام مثل ما كتب على الذين من قبلكم، يعني في نفس الشهر شهر رمضان؟ هل كتب عليكم الصيام مثل ما كتب على الذين من قبلكم أنه كان 30 يوما؟ يعني المثلية بشو؟ بطريقة الصيام، لما بزمان الصيام، لما بعدد أيام الصيام؟ من العلماء من قال كل هذه الثلاثة. فواحدة من المثلية أنه كتب على الذين من قبلنا 30 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أن النصارى كان كتب عليهم الصيام 30 يوما مثلنا، لكن كان كلما جاء ملك من الملوك، كلما جاء وجيه من الوجهاء، قال زاد يوما، 30 صاروا 31، بعدين زاد يوما، زاد يوما، زاد يوما، حتى صاروا يصومون 40 يوما. فالشريعة الإسلامية جاءت لتضبط العبادة في أولها وفي آخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم أحدنا قبل رمضان بيوم مشان يسكر العبادة من أولها. وأنتم بتعرفوا هلا حيمر معنا: منهي أن تصوم بعد رمضان بيوم. أول يوم العيد، يوم 1 شوال، ما حكم الصيام؟ حرام، ما بيصير تصوم 1 شوال. وكمان يوم الشك آخر يوم بشعبان حرام الصيام. بالتالي بتكون العبادة ضبطت من أولها إلى آخرها. ولا حنشوف بعد قليل. بالنسبة لليوم،
المغرب أذانه عند الأذان يسن تعجيل الفطر، إنك أول ما بيقول الله أكبر تأكل، ويسن تأخير السحور، ما حدا يتسحر الساعة 12 بالليل وبعدين ينام، لا، يسن تأخر السحور قبل أذان الفجر 5 دقائق، فبالتالي ضبط اليوم من أوله ومن آخره من الفجر إلى المغرب، وضبط الشهر في أوله وفي آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان، لحد يصوم قبل رمضان يوما ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. بس واحد متعود يصوم 2 وخميس طول عمره متعود هيك، فحكم يوم 2 قبل رمضان بيوم، يعني رمضان يوم 3، هو متعود يصوم 2 وخميس طيلة عمري، هذا جائز أن يصوم يوم 2. واحد متعود يصوم 2 وخميس، إجا رمضان يوم الجمعة، واحد رمضان يوم الجمعة، يوم الخميس صام، مو صام لأنه قبل رمضان بيوم، صام لأنه معتاد على 2 وخميس. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم. باب الصوم لرؤية الهلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. نعم. الأصل في بدء عبادة صوم رمضان أن نرى الهلال، هلال رمضان، والأصل في انتهاء عبادة رمضان أن نرى هلال شوال. إذا رأيتموه للهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هل ينفع السؤال الذي يتكرر، هل ينفع الحساب الفلكي؟ الحساب الفلكي يستأنس به، لكن الاعتماد على الرؤية، رؤية العين. يعني نحن الآن الفلكيون عندهم تقويم 1000 سنة قادمات، يقولون في عام 1436 متى سيظهر هلال رمضان، متى سيظهر هلال شوال، متى سيظهر هلال ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع، من هون 1000 سنة إلى الأمام. والحقيقة الحساب الفلكي الآن وصل إلى رتبة يكاد لا يخطئ، يعني حتى يضبط لك الهلال من أي زاوية سيخرج وكم من الدقائق سيبقى ومتى سيغيب مضبوط. لكن العبادة في الإسلام مرتبطة بقدرة الناس، وقدرة الناس لما الشريعة بتخاطب كل الناس. هلا نحن موجودون في دمشق وعندنا من يحسب لنا فلكيا، بس من الممكن أن يكون هناك مسلم موجود في مكان في هذا العالم ما عنده هذه التقنيات. وخطاب الله عز وجل لكل العباد، وخطاب الشريعة لكل العباد، فنحن نستأنس من الفلكيين. يعني الفلكيون بيقولوا حيطلع هلال رمضان في هذا العام مثلا، سيظهر في ليلة الخميس مثلا الساعة كذا، تجدونه بالمكان الفلاني. فنحن نستمع إلى كلامهم، نمضي، نخرج ونرقب الهلال. فإذا رأيناه، رآه واحد فينا وكان عدلا ثقة، خبر قاضي الشرع في هذه المسألة، حكم بأننا سنصوم فصمنا. وكذلك هلال الفطر، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن أغمي عليكم، يعني امتلأت السماء بالغيوم، هو الشهر الهجري يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، نحن باليوم 29 من شعبان نخرج ونرقب الهلال. الآن إذا كان في غيوم، إذا في غيوم ما عاد حنشوف السماء، أغمي عليكم قال النبي فعدوا 30، كملوا شهر شعبان 30 يوما، وبالتالي بكرة بيكون 30 شعبان. الشهور الهجرية لا تكون إلا 29 و30، ما في شهر هجري 28 وما في شهر هجري 31. فنحن يوم 29 شعبان نرقب الهلال، وجدناه رأيناه إذن بكرة 1 رمضان، ما رأيناه إذن بكرة 30 شعبان. إذا أغمي علينا في غيوم ما بنقدر نشوف، إذن بكرة 30 شعبان، ويلي بعده بيكون 1 رمضان. نعم. باب الشهر 29. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرهم أن الشهر الهجري يكون 29 ويكون 30، فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد بإبهامه، صار ودون 29، هكذا وهكذا وهكذا، صار ودون 29، ومرة ثانية قال هكذا وهكذا وهكذا، معناته 30. فالشهر الهجري ممكن يكون 29، ممكن أن يكون 30. نعم. باب لكل بلد رؤيتهم. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى ابن يحيى في نكتفي أو تكتفي. طيب، الآن هذه مسألة تسمى اختلاف المطالع. الحديث يتكلم عن مسألة: كريب من التابعين أرسلته أم الفضل إلى الشام. الآن الصحابة كانوا موجودين معظمهم في المدينة المنورة وفي مكة، عبد الله بن عباس كان في المدينة. الآن كريب مضى إلى الشام، كان سيدنا معاوية موجود في الشام. حدث أن دخل رمضان في أثناء وجود كريب في الشام، قضى حاجة كريب وعاد إلى المدينة المنورة. فعبد الله بن عباس قال لكريب، قال: أنت كنت في الشام، متى رأيتم هلال رمضان؟ قال: أنا رأيناه في الشام ليلة الجمعة. قال: والله نحن في المدينة رأيناه ليلة السبت. فكريب بدأ صيامه في ليلة الجمعة، صاموا يوم الجمعة، أهل الشام صاموا يوم الجمعة، أهل المدينة المنورة هم ما رأوا الهلال إلا ليلة السبت، فصاموا يوم السبت. فالآن كريب يقول لعبد الله بن عباس، عبد الله قال: يا كريب، أنت رأيته الهلال؟ قال: أنا رأيته بعيني. قال: طيب، والله نحن رأيناه ليلة السبت. قال كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ يعني نحن كنا في الشام رأيناه، وكان الأمير معاوية وأعلن صياما، ما بيكتفي؟ قال: والله نحن سنبقى صائمين حتى نراه، عبد الله بن عباس، لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، بدنا حتى نشوف الهلال. قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو أمرنا بالحديث الماضي؟ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: نحن ما شفنا. الآن هذه مسألة تسمى اختلاف المطالع. هل يجوز مثلا لسوريا أن تصوم والسعودية تكون غير صائمة أو صائمة، أو بالسعودية يعلنوا صيام ونحن في سوريا ما لنا صائمين، أو بالمغرب صائمين ونحن ما لنا صائمين؟ عند جمهور العلماء يقولون هذا حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الخطاب لكل المسلمين، صوموا أيها المسلمون لرؤيته، فإذا رآه مسلما في الشرق وجب على كل المسلمين في الشرق والغرب أن يصوم، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وهذا ما نحبه، خاصة الآن مع وجود أجهزة الاتصال ومباشرة يخبر العالم كله بما يجري في أي بلد. وحده الإمام الشافعي قال بجواز اختلاف المطالع، قال: من الممكن أن يصوم المغرب ولا يصوم الشام، أو أن تصوم الشام ولا يصوم السعودية، إذا كان أهل تلك المكان لم يروهم. قال: ما تقول في حديث صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي؟ قال: الحديث صحيح،
وأنا دليلي هذا الحديث، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. قالوا كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صوموا لرؤيته مين كان عم بيخاطب؟ قال كان يخاطب أهل المدينة، فيقول صوموا يا أهل المدينة لرؤيته وأفطروا يا أهل المدينة لرؤيته. ويستدل أيضا بهذا الحديث في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لم يرضى أن يصوم وهو في المدينة المنورة، مع أن أهل الشام رأوه وجاءه الخبر أنهم رأوه، قال ما رضي أن يصوم. معناته عند الإمام الشافعي يجوز اختلاف المطالع. نحن نحب، هو الآن الدراسات الفلكية تقول بأن العالم الإسلامي جميعا موجود على خطوط، يعني خلال ليلة كلهم يرى الهلال، بس مع هيك ما دام هناك رأي معتمد فقهي أنه يجوز أن تصوم بلد بدون بلد بناء على الرؤية، فلذلك نحن عندنا هون إذا قالت المحكمة الشرعية والقاضي الشرعي غدا صيام وأعلنوا صيام سنصومه، وإذا قالوا غدا ليس صيام نحن لا نصوم، ونحن بإذن الله نكون على خير. وما غيرنا إذا كان صام بناء على بلده أو أفطر بناء على بلده إن شاء الله كمان يكون على خير. على أقل تقدير يكون أهل البلد مجتمعين على رأي واحد، فإذا قيل غدا صيام سنصوم، وإذا قيل غدا غير صيام لن نصوم. باب شهرا عيد لا ينقصان. حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. المراد بهذا الحديث ما تزعلوا إذا شي مرة أنتم صمتم 29 يوما، يعني مثلا لنفترض عام من الأعوام أخي بمصر صاموا 30 يوم نحن صمنا 29، لا تزعلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان، يعني أنت لو صمت 29 الله بيكتب لك يا هون 30، ما تأكل هم. أنت ما دمت صمت للرؤية وأفطرت للرؤية فهذا عند الله عز وجل أنت أخذت 100%، ما بينقصك ولا علامة. نعم. باب في السحور في الصوم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور بضم السين وبفتح السين فيه بركة، لذلك ما أحد بيناتنا يا أخوان يعتاد أن لا يتسحر. يعني في بعض أخوة بيقول لك أنا متعود ما أتسحر، والله زوجتي متعودة ما تتسحر، لا، اعتاد السنة فإن في السحور بركة. ما أحد يسهر للساعة 12 وحده يأكل ثم ينام يفوته السحور أو يفوته التهجد أو حتى تفوته صلاة الفجر، لا، نم واستيقظ على السحور. باب تأخير السحور. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. قمنا إلى الصلاة، صلاة إيش؟ صلاة الفجر. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ شوفوا يا أخوان الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلوا القرآن الكريم محور حياتهم. كيف كانوا يضبطوا أوقاتهم على القرآن؟ يعني هو عم بيقول له قديش كان بين السحور وبين صلاة الفجر؟ يعني متوقع له ربع ساعة نص ساعة، أم قال له 50 آية. صار القرآن مؤقتا لهم بمقدار قراءة 50 آية. معناته المراد بالحديث بأن السحور كان قريبا لصلاة الفجر بمقدار ما تقرأ 50 آية، بدك 10 دقائق، معناته قبل أذان الفجر بعشر دقائق. باب صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 4 مؤذنين، كان لأذان الفجر عنده مؤذنان، سيدنا بلال وسيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، وكان في المدينة المنورة أذان الفجر يؤذن 2 مرات،
تماما مثل ما يؤذن في شهر رمضان في دمشق وفي الشام في سوريا. نحن برمضان من أدن أدانين، الأدان الأول بنسميه أدان الإمساك، والأدان الثاني اسمه أذان الفجر. المدينة المنورة فيها أذانين، أذان الأول أذان التهجد، والأذان الثاني أذان الفجر. الأذان الحقيقي هو الأذان الأخير، أما الأذان الأولاني الإمساك ما هو أذان الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. فكان بلال يؤذن أول أذان، هذا أذان الإمساك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول إذا سمعتوا أذان بلال ما تتوقفوا عن السحور، لا يغرنكم عن سحوركم، خليكم عم تاكلوا ما في مشكلة. في حديث ثاني: حتى يؤذن ابن أم مكتوم. المؤذن الثاني كان عبد الله ابن أم مكتوم الضرير، عبس وتولى. فالأذان أنت إيمت بتأكل بالسحور، بتضلك بتأكل. أذان الإمساك ما في مشكلة، هذا فقط للتنبيه مشان إيقاظ النائم، فأنت لك أن تأكل. بس عندما يؤذن للفجر، أول ما بيقول الله أكبر للفجر خلاص تتوقف عن الطعام. ولا لا يغرنكم أذان بلال، ولا يغرنكم بياض الأفق المستطيل. هكذا أهل الفلك يقولون الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب بيكون شاقولي هكذا في السماء، والفجر الصادق بيكون أفقي ممتد هكذا في السماء. فالفجر الكاذب لا يغرنكم، خليكم عم تاكلوا لسه ما صار الفجر. يتوقف الطعام ويبدأ الصيام مع الفجر الصادق، هو الفجر المستطيل، البياض المستطيل الذي أو الأفقي الذي يخرج في الأفق. نعم. باب في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما. فأنزل الله بعد ذلك: من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. فالآية تقول: متى نبدأ الصوم؟ الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا، يعني في الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هكذا نزلت الآية. فإجا واحد من الصحابة جاب خيط أبيض وخيط أسود ربطهما برجله، وطبعا ما كان عندهم لا أضوية ولا أبدا ولا شيء من الإضاءة، فظلوا يأكل على السحور، ظلوا يطلع برجلين ومبين معه الخيط الأبيض من الأسود، يأكل 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 يأكل. طبعا ما مبين معه ولا خيط الأبيض من الأسود، يمكن لتطلع الشمس بقى، فهو بقي يأكل. فأنزل الله تعالى: من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا مش على الحقيقة خيط مادي تربطه بقدمك أو بإصبعك، لا، خيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يبين الفجر الصادق. تفضل، آخر حديث نقرأه اليوم. باب إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. هذا تأكيد على الكلام الذي مضى، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان للفجر، فبلال يؤذن أولا وهو أذان الإمساك، وعبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن للفجر. هذه أيها الإخوة بعض الأحكام المتعلقة بالصيام من كتاب الصيام في مختصر صحيح مسلم للإمام الترمذي، سنتابعها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، نتابع هذه الأحاديث. لا تنسوا بأننا عازمون على قراءة الآلاف العشرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنخبركم إن شاء الله ببرنامج رمضان في الدرس القادم.